كفيف يسير إلى طموحه معتمدا على بصيرة قل نظيرها. مؤمن يلعب رياضة الدفاع عن النفس برفقة مجموعة من المكفوفين في غزة، يخوض التمارين حاملا قلادة نالها في بطولة دولية لهذه الرياضة نظمت في دبي قبل عام وحصد فيها المركز الثالث. لازم المكفوفين، لازم كل ذوي احتياجات الخاصة يلعبوا ويتدربوا ويكونوا مثل الناس الأسوياء، حتى يعني طموحهم يصل للعالم ويصل صوتهم للعالم، يقول إنه الإعاقة لا تلغي الطاقة. من هذه القاعة تبدأ الحكاية، تدريب يعتمد على الصوت يترجمه اللاعبون المكفوفون إلى حركات. برنامج الإدراك الحسي يعتمد بشكل أساسي على اتباع مصدر الصوت، فهذا بيحتاج مجهود كبير من المدرب تدريب هؤلاء الفتية، وأيضا تنمية القدرات السمعية لديهم. هناك تمارين لتنمية القدرات السمعية، لأن برنامج الإدراك الحسي يعتمد بشكل أساسي على اتباع مصدر الصوت. هذه التمارين تشمل الاستعداد لخوض منافسة دولية جديدة ستقام في بولندا هذا الصيف، يأمل الفريق ألا تحول معابر غزة المغلقة دون مشاركته فيها. أبصر هؤلاء المكفوفون طريقا للحياة مختلفا عن كثير من أمثالهم، طريق تنيره الإرادة رغم كل ما يحيط بهم من ظروف صعبة ومجتمع يجد صعوبة في توفير الرعاية لهم. بعدما أنهى محمود تمرينه يبدأ مشوار العودة لبيته، مهمة يتعين على والده مرافقته فيها ليعينه على عثرات طريق غير معبد لأمثاله. فيش عندنا في النادي آلات موفرة للكفيف ولا للرياضة، احنا كمجتمع ما فيش اي طريق ان الكفيف يستعملها ان يمشي كشخص عادي في المجتمع. من ناحية المجتمع فيش مرعاة للمجتمع، فيش ما بيرعوا بالمرة، فيش يعني اذا بتصدف على طالب كفيف بيقعد في المدرسة تقريبا نص السنة ما بيحتصل على البريل، مكينة البريل تبعه يكتب عليها. صعوبة يهونها الأمل تارة والإنجاز تارة أخرى. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.